الإبداع هو إحدى أفضل الطرق للتعبير عن نفسك. على مر القرون لجأ الناس إلى الفن ليس من أجل الجمال فحسب، بل لأنه منح حياتهم معنى. باستخدام أدوات بسيطة جداً استطاعوا أن يخلقوا شيئاً قوياً بما يكفي ليؤثر في الناس ويجعلهم يفكرون، بل ويغير طريقتهم في رؤية العالم. الآن كمحررين كان ذلك دوماً مصدر المتعة لدينا. لطالما اعتقدنا أن الأدوات الاحترافية هي الطريق الوحيد لتحقيق ذلك، لكن الحقيقة هي أنه حتى بأبسط الأدوات يمكنك أن تصنع شيئاً مذهلاً. فالأمر لا يتعلق بالأدوات التي نستخدمها، لأن الإبداع في النهاية هو كل شيء. لكن قد تسأل، لماذا أقول دائماً إن الإبداع أهم من الأداة؟ المسألة بسيطة، الإبداع هو من يبتكر، وتلك الابتكارات تتحول لاحقاً إلى أدوات تجعل الإبداع أسهل. خذ مثلاً اختراع العجلة، حين اخترعها الإنسان تغير كل شيء. العجلة سمحت للبشر بالوصول إلى ما كان مستحيلاً من قبل. الخشب نفسه لم يكن مميزاً، الجميع كان يمتلكه، لكن الإبداع هو من جعل ذلك الخشب ثورة في حد ذاته. في حالتنا قد يبدو تطبيق كاب كات مجرد قطعة خشب، أي مجرد أداة أخرى، لكنه أكثر من ذلك بكثير. شاهدت مرة حركة خريطة في After Effects وقلت لنفسي، لماذا لا أجربها في كاب كات؟ فقمت بذلك، وهذا بالضبط ما سأعرضه لك اليوم. لهذا نحتاج إلى خريطة مسطحة للأرض. ما سنفعله في كاب كات هو استخدام تأثير فيش آي، عين السمكة، لثني الخريطة وجعلها تظهر بشكل كروي مثل الكرة الأرضية. وضعت كل ما تحتاجه في الرابط في الوصف لتقوم بتحميله والمتابعة معي. بعد استيراد الملفات إلى كاب كات، أولاً سأقوم بسحب الخريطة إلى الخط الزمني لنغير إعداد الفيديو إلى الوضع الأفقي، ثم نكبر حجم الخريطة قليلاً لنتمكن من تحريكها. سأضيف مفتاح حركة في بداية المقطع، ثم عند علامة الثانيتين سأحرك الخريطة نحو الصين. وعند علامة الست ثوان سأحركها نحو الولايات المتحدة. الآن سأضغط بزر الفأرة الأيمن وأفتح نافذة تحريك المفاتيح. سأحدد جميع مفاتيح الحركة في محور إكس، ومن إعدادات المنحنيات سأختار كويبك إيز لتبدأ الحركة ببطء تتسارع في المنتصف وتتباطأ في النهاية. وسأفعل الشيء نفسه لمحور واي وأختار نفس الإعداد. هذا الإعداد مثالي لما أريده. الآن اذهب إلى قسم التأثيرات وابحث عن في شاي. ستجد عدة تأثيرات، لكنني سأستخدم في شاي ثلاثاً هذه المرة. قم بمد التأثير ليغطي المقطع بالكامل. هل ترى النتيجة؟ يمنح تشوهاً يشبه الكرة الأرضية ويحول الخريطة المسطحة إلى كرة. هذا بالضبط ما يفعله عدسة عين السمكة. وإذا كان لديك أي تطبيق تعديل آخر يحتوي على هذا التأثير، يمكنك فعل الشيء نفسه هناك. في قسم التفاصيل يمكنك اللعب بالإعدادات، لكنني سأخفض رينج وتويست وفلاترز إلى الحد الأدنى. هذا يمنحني تشوهاً قوياً كما أريد، وكما ترى الشكل أصبح رائعاً بالفعل. في الجزء التالي سأجرب تأثيرات عين السمكة الأخرى التي يقدمها كاب كات. كمبدعين نحاول دائماً إيجاد طرق لتوفير الوقت دون التضحية بالجودة. التحرير خصوصاً يمكن أن يستغرق ساعات طويلة. أنت تعرف معاناة استعراض اللقطات وإضافة القصات ومحاولة جعل كل شيء يبدو احترافياً. ألن يكون رائعاً لو كان التحرير بسيطاً، كأنك تخبر أحدهم بما تريد فقط؟ ما سأعرضه لك الآن يغير كل شيء. خلف كل لقطة مبهرة يقف فريق دي إكس دي إير. نحن نصنع الإبداع، لا ننتظره. من المونتاج إلى التأثيرات، نمنح أفكارك حياة بصرية لا تنسى. تواصلوا معنا عبر حسابنا على إنستغرام. إن احتجتم إلى خدمة
أو كانت لديكم ملاحظة، أو حتى إن أردتم فقط نصيحة أو مساعدة، فريق DXTR دائماً هنا لدعمك. الآن لنجرب بعض تأثيرات عين السمكة الأخرى. سأضيف تأثير ستارلي فيش آي هذه المرة. إنه يشبه النظر من نافذة طائرة ويعطي تأثيراً رائعاً جداً. يمكنك أيضاً تعديل التفاصيل مثل تحريك العدسة أفقياً، أو تغيير قيمة ستريتن لزيادة التشوه أو التكبير، أو تغيير حجم العدسة لتصبح أكبر أو أصغر. استغرق الأمر بعض الوقت لأجد الإعدادات المناسبة، ولكن بما أن هناك العديد من الخيارات يمكنك اختيار ما يناسبك. أنا سأعتمد هذه القيم، ويمكنك نسخها كما هي. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الجزء. الآن لنضف لمسة احترافية على الحركة. أولاً، اختر دقة مخصصة واجعلها 4K، 4096 في 2160. احذف الخريطة، وضع إطار الصورة القديمة في الخط الزمني، استخدم الأيقونة لتدويره 90 درجة، ثم أضف صورة إيلون ماسك فوق الإطار وصغرها لتناسبه تماماً. سأقرب الشاشة قليلاً وأجري بعض التعديلات. إيلون خارج الإطار قليلاً، لذا سنقوم بإصلاح ذلك. اذهب إلى أداة ماسك واختر بين تول، ثم ارسم خطاً حول الجزء الذي تريد إخفاءه. تأكد من ربط النقاط في النهاية ليعمل القناع بشكل صحيح. نحتاج الآن إلى عكس القناع، وإذا بقي جزء خارج القناع، عدل مواضع النقاط حتى يصبح مضبوطاً. الآن فلنصلح اختلاف الألوان بين صورة إيلون والإطار. هذه التقنية في تصحيح الألوان مفيدة جداً. اذهب إلى إعدادات Adjustment وخفض التشبع إلى الحد الأدنى، ثم زد درجة الحرارة نحو الأصفر، ورفع القليل من قيمة فيد في نهاية القائمة. انتقل إلى تبويب بيزك وغير نمط المزج إلى برايتن. النتيجة تبدو مثالية الآن. بعد ذلك حدد الطبقتين وأنشئ كومبوند كلاب. الآن هناك ميزة جديدة في كابكات تسمى سب بروجكت، تتيح لك رؤية المقاطع المركبة أو استيرادها من مشاريع أخرى. إذا حذفت المقطع المركب من هنا، يمكنك إضافته مجدداً من ذلك القسم إلى خطك الزمني. احذف المقطع مؤقتاً، وضع الخريطة مجدداً في الخط الزمني، كبرها قليلاً لتملأ الشاشة، ثم أضف المقطع المركب فوقها. قبل إضافة أي تأثيرات، ضع الإطار في الموضع الذي تريد ظهوره فيه. سأكرر المقطع 3 مرات لأضعه في أماكن مختلفة على الخريطة. يمكنك تغيير صورة إيلون إلى أشخاص آخرين في كل مقطع، لكنني سأستخدم صورته في الثلاثة الآن. للحركة الافتتاحية سأختار Fade In وأضع كل مقطع بفارق ثانية واحدة حتى لا تظهر كلها في الوقت نفسه. هذا يمنحني وقتاً لتحريك الخريطة قبل ظهور كل إطار. بعد ذلك حدد الكل وأنشئ Compound Clip آخر، ثم أضف مفاتيح حركة جديدة لتغيير مواضع الخريطة كل 2 إلى 3 ثوان بحسب مكان الإطارات. افتح نافذة تحريك المفاتيح، حددها كلها واختر Cubic Ease. أخيراً أضف تأثير ستاري فيشاي وعدل إعداداته كما تريد. وهكذا نكون قد انتهينا. كما أضفت خطوطاً منقطة تربط بين النقاط، سأشرحها في فيديو آخر. أراكم في المقطع القادم. سلام.